Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. ادعى مسرب تحت اسم داسك جولم على موقع ريدت بأن الجزء التاسع من ريزيدنت إيفل سيكمل ثلاثية وينتر على أن تكون شخصية روز وينتر هي بطلة العنوان. الجزء التاسع هيكون الأكبر والأوسع في السلسلة وهينال أكبر تمويل في تاريخ الشركة، وكمان هيستغرق أطول وقت في التطوير. أضاف المسرب أن القصة ستنهي منعطف عائلة وينتر على أن تبدأ خيط جديد للأجزاء التالية. أصدر ساكوراي مخرج لعبة سوبر سماش مقطع مدته 16 دقيقة بيوضح كواليس تطوير العنوان والصعوبات اللي واجهت فريقه أثناء جائحة الكوفيد. في نهاية المقطع تحدث ساكوراي عن العنوان المحتمل المقبل من السلسلة قائلا: أما بالنسبة لما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لسلسلة سماش براذرز فأنا لست متأكدا، أشعر بأننا نجحنا حقا في جعل الناس سعداء بهذه اللعبة، ولكن الآن بعد أن أصبح حجم سماش براذرز هائلا فأنا أقول أنه من الصعب أن نتصور حدوث زيادة بهذا الحجم مرة أخرى. واستكمل ساكوراي قائلا: في كل مرة نجحنا في صنع لعبة كنت أعتقد أنها مستحيلة في السابق، لذلك لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين أنه لن تكون هناك لعبة أخرى، ولكني أعتقد أنه سيكون من الصعب دفعها إلى أبعد مما لدينا. اللي ما فيش شك فيه أن أكيد نينتندو لن تتخلى عن سلسلة سوبر سماش. في خطوة قد تكون مناهضة للمستهلكين أو وفقا لمايكروسوفت للحفاظ على الجودة، أعلنت أكس بوكس أن بدءا من 12 نوفمبر لن يكون بإمكان اللاعبين تشغيل إكسسوارات طرف ثالث غير معتمدة من الشركة. ده بيتضمن وحدات التحكم وسماعات وغيرها من المنتجات. من أجل التسهيل على المستهلكين التعرف على الإكسسوارات المدعومة، نشرت أكس بوكس قائمة بها ورابط القائمة في الديسكريبشن. وأخيرا فوجئ مجتمع صناعة الألعاب بقرار بانجي بتسريح عدد كبير من الموظفين، تضمن أيضا أسماء كبيرة مثل المديرة الفنية لورين ماكليز ومديرة المجتمع ليانا روبرت وحتى ملحن داستيني 2 مايكل سالفاتوري. وإذا الآن تصبح بانجي هي الشركة الرابعة التابعة لشركة سوني اللي شهدت تخفيض عدد الموظفين هذا الشهر وحده، مع استوديوهات الأخرى المملوكة لسوني بما فيها نوتي دوغ وفيجوال آرتس وميديا موليكيول اللي كلهم شهدوا عمليات تسريح للعمال منذ بداية شهر أكتوبر. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، وأتمنى يا رب أن يكون نهاركم أبيض وجميل. خدوا بالكم من نفسكم ونشوفكم على خير في الفيديوهات المقبلة بإذن الله.